انت وبس. اول موقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. هنتكلم دلوقتي عن البوتوكس، هنقول هو بيستخدم في ايه، هو والفيلر. البوتوكس دوت عبارة عن مادة بتشل العضلات، اخدناها زمان من جماعة اللي كانوا بياكلوا الفسيخ وكان بيجي لهم شلل في العضلات التنفسية وبيفتصوا، فاحنا بقينا ناخد السم ده ونعزله ونحقنه موضعي في العضلات بتاعة الوجه علشان تشل العضلات فالجلد يتفل. هو بيتحقن حوالين العين بعلامة 111 في الجبهة من فوق، كل ما هو فوق ايدي كده بيتحقن فيه البوتوكس عشان يشل العضلات ويفرد الجلد، كل ما تحت ايدي بيتحقن فيلر اللي هو النيزوبيل فولد، الخطين دول التشيكس اللي هم الخدود في الدقن انجلو كورنيت. كلمة فيلر يعني مادة مالئة، ممكن تكون دهون، ممكن تكون كولاجين، ممكن تكون اي حاجة تانية تحقن. وفي نوعين من الفيلر، كان زمان في فيلر اسمه دهون بيتحقن، ودلوقتي بيحقنوا مادة اسمها هيالورونيك اسيد بيتحقن عشان تزود تحفيز الكولاجين بتاع الجلد فيعمل كولاجين جديد، وهو بنفسه بيدي اثر سريع ان انا بحقن الماده بتعمل فوليوم. معظم انواع الفيلر دي بتبقى اسمها جل محبي الماء، هيدروفيلك جل، يعني الواحد لما بيحقن الفيلر ويشرب بعديها بمده اسبوعين ثلاثه كميات ميه، الفيلر ده بيمتص الميه دي فيدي فوليوم كويس. يعني الفيلر ممكن يكون فيلر ثابت زي مثلا الدهون بنحقنها ونقول عليها انها بيرمننت، هي مش بيرمننت، هي بتقعد سنه سنه ونص، نقلناها من مكان في البطن وحقنها في الوش، فهي بتاخد شويه دم من المنطقه اللي تزرع فيها الجديده وبيبدا يحصل لها ضمور، تموت واحده واحده، فتقعد سنه ونص سنتين ثلاثه، وبيقولوا عليه ان هو بيرمننت يعني دائم، هو مفيش حاجه اسمها دائمه طول العمر، دائم دي عندنا يعني اكتر من سنتين ونص ثلاث. وفي فيلر ثاني اسمه هيالورونيك اسيد، ده بيتحقن بيقعد من اول 6 شهور لحد سنه ونص سنتين برضه، انما طبعا الهيالورونيك اسيد يمتاز عن الدهون في ان هو اسمه فيلر ذكي، يعني مش بس بيتحط يدي فوليوم في مكانه، لا ده هو نفسه كمان بيحفز الكولاجين لان فيه هيالورونيك اسيد انه يتكون فيعمل كولاجين طبيعي، يعني هو نفسه بيدي فوليوم وفي نفس الوقت لما يروح يكون هو اشتغل واثر على الكولاجين الثاني حفزه وخلاه يتكون. او ممكن بقى نحقنه كمان تاني في اي حته تانية، كلمه فيلر يعني ماده مليئه، فممكن نحقنه مثلا في الصدر، ممكن نحقنه في اي جرح منخفض، يعني لو حد عنده جرح منخفض في الوش اخش بحقنه فيلر احقنها يرفع وابدا اعمل له بعد كده الصنفره بالليزر او حاجات تانية. يبقى كلمه فيلر نتفق عليها انها ماده مليئه هنحطها نملى بيها اي كافيتي او اي حفره يعني موجوده دهون في الجسم، مثلا في حاله شفط الدهون، ساعات لما حد بيفوت مع حد مش محترف بتلاقي الجسم فيه تعاريج وتجاعيد وحفر، فيجي العيان او المريضه متضايق من الحفر دي، نشف الدهون من حته تانية او بالفيلر اللي عندنا الخارجي ونخش نملا الكافيتيز دي ونسويها. يعني البوتوكس متفق عليه ان هو اللي فوق العين وبيتحط في الشكل التجميل، يعني ممكن له استخدام تاني في بعض الناس اللي عندهم في ايديهم عرق زياده، فبنخش نحقنه في اليد عشان او تحت الابط مثلا لو في عرق زياده، في ناس عندها عرق مرضي مش عرق طبيعي، يعني يقعد شويه كده ايده تنزل ميه، ناس ممكن تطلع منه من الجيش لو مريض ولا حاجه يطلع منه من الجيش بسبب انه مش هيقدر يمسك السلاح في ايده، فدول بنحقنهم. كنا زمان بنعمل لهم عمليه بالمنظار، نخش نقطع لهم العصب السمبساوي اللي بيغذي الغدد العرقيه، دلوقتي ممكن تخش بالحقنه البوتوكس الموضعي وتخش تحقن الغدد العرقيه دي والعضله اللي حواليها تشلها وما تفرزش تاني عرق بالكميات الكبيره دي. انت وبس. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهواري، احد مواقع مجموعه وشوشه الاعلاميه انت وبس.com.